تعليمات بالنسبة للخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني لتكون من أطباء نفسانيين واجتماعيين للتنقل إلى الأمكنة والتكفل النفسي والاجتماعي، لأنه تعرفوا أنه في هذه الأزمات يكون يعني الذعر والهلع هو اللي يعم على هذا الفئة. المهم بالنسبة لقطاع التضامن الوطني هو التكفل النفسي والاجتماعي في إطار صلاحياته بأي متضرر على المستوى الوطني وكذلك على مستوى سكيكدا، كما يعني تم التكفل بهم على مستوى جيجل أو على مستوى ميلا. هذا الاختصاص الأصيل تاع قطاع التضامن.